ومن خلال كونسبت اكس 2 عم بتخطط بي ام دبليو لتوسيع حضورها بقطاع الكروس اوفر، خاصة ضمن الفئة الصغيرة على مستوى الحجم. ومن بعد نجاح مختلف طرازات اكس يلي بتملكها من اكس 1 مرورا باكس 3 واكس 4 واكس 5 وصولا للاكس 6، من المتوقع انه ينضم اكس 2 لهالمجموعة بالمستقبل القريب، مع استهداف واضح للمستهلكين يلي بحبوا سيارات كروس اوفر الرياضية بالشكل وبالمضمون والعملانية داخل المقصورة، ولكن يلي بتتمتع بالوقت نفسه بحجم صغير وبسعر مقبول نسبيا. واكس 2 رح يتميز عن اكس 1 بطابعه الرياضي اكتر من دون التخلي عن مواصفات اس يو في المعتاده، يعني مثل ما هو اكس 6 بالنسبه لاكس 5 ومثل اكس 4 بالنسبه لاكس 3. وبالانتقال للتصميم، بي ام دبليو كونسبت اكس 2 بيستفيد من واجهه اماميه كتير ديناميكيه وجذابه مع طابع عصري خاصه على مستوى الاضاءه. والشكل الرياضي بيشمل سبويلرز وفتحات الهواء والإطارات والمرايات الجانبية الانسيابية وخط السقف مع بروز الإزاز الأمامي يلي بيمتد على مدى السقف لتعزيز شعور الراحة الداخلي. إشارة أنه بالرغم من الطابع الخارجي الشبيه بسيارات كوب، جسم بي ام دبليو كونسبت اكس 2 مزود بأربع أبواب جانبية والمقصورة واسعة وعملانية نتيجة استغلال كامل للمساحات الداخلية. والمواد المستخدمة فخمة والتجهيزات الخاصة بالسلامة والترفيه عصرية ومتطورة، مع أوجه شبه بباقي سيارات اكس المعروفة من بي ام دبليو، وكمان مع تجهيزات وابتكارات جديدة بتناسب التطور المستمر. وميكانيكياً المحركات رح بتكون صغيرة مع توربو لتأمين قوة عالية من دون رفع معدل استهلاك البنزين، علماً أنه نظام الدفع بالإطارات الأربعة بيساعد هالأسيوفي العصري لتجاوز مختلف أنواع الطرقات. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرةً، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.